شكرا 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 شكرا. مرحبا بكم، مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد. وانتم كذلك يا اطفال اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تفرحوا وتحضروا كما اصدقائنا اللي راهم هنا، معليكم الى توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالشكل التالي. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، معليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الالكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي لما تسجلوا لازم قليلا من الصبر، لأن التسجيلات كثيرة والأطفال حابين يجوا عند عمو يزيد، وعمو يزيد حاب يستقبلكم كامل إن شاء الله. في بداية كل حصة نتكلموا على أيام عالمية اللي تفيدنا، كاين معلومات لازم نعرفوها. في هذه الفترة هذه يوم 28 أكتوبر كاين اليوم العالمي للسينما. تحبوا السينما؟ تحبوا الأفلام؟ تحبوا الأفلام؟ إذن السينما مهمة جدا في حياتنا. كاين أفلام وثائقية، كاين أفلام تاريخية، كاين أفلام ترفيهية، مليح أنه الإنسان يعرف واش يشوف يا أخي. وكذلك كاين تاريخ مهم يوم 28 أكتوبر، على بالكم بعد ثورة التحرير عندما استقلت الجزائر، كاين تاريخ مهم للجزائر استعادت مبنى التلفزيون ومبنى الإذاعة الوطنية. استقلت الجزائر في 5 جويلية 1962، ولكن حتى 28 أكتوبر 1962 استرجعت الجزائر مبنى التلفزيون والإذاعة. لذا في كل سنة إذا لاحظتوا التلفزيون والإذاعة يحتفلوا، وكاع الجزائر تحتفل بهذا النصر، بهذا الإنجاز، هو الاسترداد السيادة على مبنى التلفزيون ومبنى الإذاعة الوطنية. واش رأيكم احنا دائما نستقبلوا بريد الاطفال اللي يقدروا يبعثوا لنا الرسائل تاعهم عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. وشكون اللي جيب لنا البريد؟ واسمه ساعي البريد. ساعي البريد. اذا تفضل سهيب، تعال تعال وليدي، تعال جيب لنا البريد تاع اصدقائنا الاطفال. واش راك سهيب؟ لاباس؟ لاباس. واش راك؟ واش جبت لنا اليوم؟ البريد. البريد، بريد تاع اصدقائنا الاطفال. نعم، الله يبارك، حطه هنا في علبه البريد. اذا سهيب راح يحط لنا البريد تاع اصدقاء الاطفال اللي راح نقراوه فيما بعد. اذا ما عليكم الا ترسلونا باش نقراو الرسائل تاعكم في هذه الحصه هذه. مع السلامه. شكرا 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 سهيب، شكرا شكرا. في بدايه كل حصه نطرح عليكم لغز، ولكن قبل هذا الشيء حبيت نعرف شكون الولايات اللي راهم حاضرين معنا. مثلا واسمك بنتي؟ اسمي نور الهدى. نور الهدى، وين تسكني نور الهدى؟ نسكن في دلس. في دلس، خير ناس، سلمينا عليهم كامل. لا يا اخي. نعم. واسمك بنتي؟ جمانة زوين. جمانة زوين، وين تسكني جمانة؟ في إليزي. في إليزي، جيتنا من إليزي، الله يبارك. سخانة شوية في إليزي ولكن جميلة. جميلة جدا، فيها مناظر صحراوية جميلة. الله يبارك الله يبارك. أباك تسلمينا عليهم كامل؟ لا كي تروحي يا أخي. نعود نشوفه ثاني صديقنا. واسمك وليدي؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن، وين تسكن عبد الرحمن؟ في تيبازا. في تيبازا، جميلة تيبازا كذلك. الله يبارك. نزيدو نشوفو شوفو صديقنا. واسمك وليدي؟ بلعمال يوسف. يوسف، وين تسكن يوسف؟ من ولاية لبينة. في أي مدينة؟ بلدية تكديت. تكديت، الله يبارك. سلمنا عليهم كامل. لا شكون 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 شوفوا صديقتنا. واسمك بنتي؟ سيرين. سيرين، الله يبارك. وين تسكني سيرين؟ من ولاية سيدي بلعباس. ولاية سيدي بلعباس، أي مدينة؟ في مقر الولاية. مقر الولاية يعني وسط المدينة، الله يبارك. مدينة جميلة جدا، تسلمينا عليهم كامل. إذن كما لاحظتوا يزورنا أصدقاء من ولاية عديدة، من مدن عديدة. كاين ولايات اخرى، كاين بومرداس على ما اظن، كاين واش كاين ثاني؟ وين تسكني يا بنتي؟ واسمك بنتي؟ اسمي ريتاج. ريتاج، وين تسكني ريتاج؟ في مليان. عين بنيان. خميس مليان. خميس مليان، عاودي قولي هنا. خميس مليان. خميس مليان، شحال في عمرك؟ شحال من عام في عمرك؟ ورينا بصبعتك شحال في عمرك؟ شحال؟ زوج برك؟ هذا ما كان. ثلاثة. 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 شاطرة هكذا وثلاثة برك. الله يبارك. خوك هذا. واسمه خوك؟
تاج. تاج تبغيه تاج تحبيه؟ الله يبارك الله يبارك. إذن أحبائي عمو يزيد يرحب بكم كامل من القطر الوطني مدبية كاع الأطفال يجوا. ما هدرناش معك آية نحضروا معك الشباب انتايا. يلا واسمك وليدي؟ مهدي. مهدي شحال في عمرك مهدي؟ 7 سنين. أربعة؟ 7 سنين. سبعة؟ 7 سنين. شحال؟ بساعة ويقول لي 7 بغي يكبر. حبيت تكبر بالخف؟ هاك عييت وانت صغير هكذا لازمك تكبر شوية. هيا خلاص 7 مالا بصح حنا نعرفوا بلي 4. الله يبارك. وين تسكن وليدي؟ في إليزي. في إلي أختك هذه؟ أنا وياها. أنت وياها في إليزي. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. إذن مرحبا بكم. ما لكم إلا تسجلوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا باش عمو يزيد يكلمكم وتجوا تحضروا معاه. لغز اليوم يقول، تحبوا الألغاز؟ اللغز يقول: عقرب لا يلذغ ولا يخاف منه حتى الأطفال. عقرب لا يلذغ ولا يخاف منه أحد حتى الأطفال لا يخافون منه. معلش عبالي شاطرين فكروا لغاية نهاية الحصة انتوما والأطفال اللي رامي يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذا الطريق. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. أحبائي في كل مرة نكتشف شخصية كما عرفتوا في السنوات اللي مضت وكلها في كل فرصة تكون عندنا نثمنوا الأعمال اللي قاموا بهم الشخصية نتاعنا خاصة الشخصية الجزائرية العربية المسلمة. اليوم راح نتعرفوا عن عالم من علماء الإسلام وهو الكندي مع أسماء. تصفيق على أسماء. تفضلي تفضلي أسماء. إذا تصفيق تحية تحية الأسماء. تفضلي تفضلي أسماء. مساء الخير. اليوم سنتحدث عن الكندي وأبو يوسف يعقوب الكندي واحد من أبرز علماء المسلمين في التاريخ. له مساهمات عديدة في مختلف العلوم كالفلك، الفلسفة، الكيمياء، الطب، الفيزياء، الموسيقى، علم النفس وعلم المنطق. ولد الكندي في 805 ميلادي بمدينة الكوفة في العراق. هجر بعد ذلك إلى بغداد من أجل طلب العلم والتزود به. للكندي العديد من الإنجازات العلمية الهامة في مختلف المجالات، حيث كان أول من أدخل الفلسفة اليونانية إلى البلاد الإسلامية وعرف العرب بها. ومن أبرز إسهاماته في الرياضيات أنه كان أول من أدخل الأرقام الهندية واستغلها في تجاربه الخاصة. كان الكندي رائدا في علم الشفرات، حيث قام باستنباط العديد من الطرق الجديدة لفك الشفرات. قام بوضع مقياس جديد للأطباء يسمى بمقياس فعالية الدواء. كان الكندي شديد الاهتمام بإيجاد رابط بين علوم الفلسفة والمنطق وبين العلوم الإسلامية ويسمى فيلسوف العرب. ضمت كتبه مختلف العلوم. من أشهر النظريات التي قام بإطلاقها العالم والفيلسوف أبو إسحاق الكندي هي نظرية المعرفة، التي تنص على أن الله سبحانه وتعالى قد خلق العقل أولاً قبل أن يخلق باقي المخلوقات أو باقي أجزاء الجسم، ومن العقل انبثق كل شيء. للكندي العديد من المؤلفات الهامة، وقد ذكر أن مؤلفاته تصل إلى 260 كتاباً مجلداً. تم حفظ ما تبقى من أعمال الكندي التي يصل عددها إلى 24 مخطوطة في أحد المتاحف بتركيا. توفي سنة 866 ميلادي ببغداد. شكراً شكراً أسماء. شكراً 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 شكراً. تحية 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 لأسماء. إذن أحبائي العلماء المسلمين كان عندهم أعمال كبيرة فادت الأمة. الأمة مش غير الأمة الإسلامية ولكن العالمية كلها، الأمة العالمية. أحبائي عبالكم عمو يزيد يحب الدراري اللي يقراوا مليح، على بالكم؟ إذن باش يحبكم عمو يزيد لازم تكونوا شاطرين في الدراسة. لذا اليوم درت لكم أغنية تغنوها كامل معايا، نقول فيها 2 في الصف 2 والشاطر يرفع إيده، 20 على 20 والناجح هذا عيده. إذن يلا تغنوا معايا.
اتنين في الصف اتنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده غد رجال يشمو الوطن تيدو سين أول سؤال والعزل من يريدو أنتم للغد رجال يشمو الوطن قيدو عشرين على عشرين والنجاح هذا عيدو والنجاح هذا عيدو فيها اليوم يبان العلم من يجيده يكرم ولا يهان الطالب في تمجيده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده برافو 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 التحقوا بالأماكن تاعكم يا أطفال برافو 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 إذن 20 على 20 والناجح هذا عيده أحبائي وش رأيكم نروحوا الألعاب خفاء إذن اليوم جانا عمو سليم من مدينة بجاية نرحبوا به تفضل عمو سليم تفضل تفضل إذن تحية تحية لعمو سليم تحية تفضل عمو سليم تفضل
تحية لعمو سليم. شكرا عمو سليم. شكرا. إذن أحبائي، عجبكم عمو سليم؟ إذن ألعاب الخفة جميلة نستمتع بها يا أخي. كما قلت لكم عمو يزيد في هذه السنة، عبركم بلي رابع سنة، السنة الرابعة. إذن أحبائي 4 سنوات من المتعة المتعة المتعة. أضفنا فقرات للحصة ومنها فقرة هل تعلم. اليوم راح نكتشف معلومة تفيدنا مع ميليسا في فقرة هل تعلم. إذن تحية لميليسا. تحية تفضلي. مساء الخير يا أطفال. هل تعلم أن عدد أنواع الحيوانات الموجودة على الأرض يصل إلى حوالي 11 إلى 12 مليون نوع معروف حالياً، وما زال اكتشاف هذه الأنواع مستمراً؟ شكراً ميليسا. شكراً. إذن أحبائي شفتوا كين أنواع الكائنات الحية والحيوانات فوق الأرض، يعني ما نقدرش نحسبهم. إذن أحبائي ربي سبحانه وتعالى خلق كائنات حية عديدة وحيوانات، كل حاجة خلقها ربي سبحانه وتعالى إلا وعنده حكمة في هذاك الخلق. يا أخي أحبائي، واش رأيكم اليوم؟ تحبوا الحكايات؟ إذن عمو يزيد رح يحكي لكم حكاية حديث مع الشمس. يلا معي. إذن أحبائي كما وعدتكم مقبلة رح نحكي لكم حكاية حديث مع الشمس. هذه حديث الطفل عبد الكريم، كان راقد. ليلة الصبح استيقظ على أشعة الشمس وبقى يهضر مع الشمس هذيك، قولها يا الشمس أنت تعطينا الأشعة المفيدة، أنت تعطينا النور، تعطينا الدفء. أباكم يا أحبائي الشمس لها منافع كبيرة في حياتنا، يعني الإنسان ما يقدرش تخيلوا للحظة حياتكم من دون شمس. ما كان الضوء في النهار، ما كان الدفء، ما كان الأشعة، ما كان، يعني بقى يتكلم مع الشمس هذيك، يقولها يا الشمس أنت تعطينا الأشعة، تعطينا الدفء، تعطينا كلش. قالت له نعم أنا راني هنا في الخدمة نتاعكم وكامل. بعد قالها حبيت نسقسيك يا سيدتي، علاش تغيبي علينا؟ علاش ما تقعديش دائما شارقة؟ قالت له تعالى نفهمك حكمة الله سبحانه وتعالى. قالت له كي نشرق عليكم في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية راهو الليل، الناس تناموا كامل، ومن بعد 24 ساعة، كل 24 ساعة يعني 12 ساعة شمس 12 ساعة ليل إلى آخره، تروح الشمس إلى الجهة الأخرى، إلى الجهة الأخرى باش تشرق عليهم. يعني النصف الأول تاع الأرض لما تكون الشمس شرق عليه، النصف الثاني يكون في الليل، والعكس صحيح. قالت له هذه حكمة الله سبحانه وتعالى باش يوزع هذه النعمة، هذه الأشعة وهذا الدفء وكامل بالعدل على عباده في الأرض. يعني يا أحبائي باش تشوفوا باللي حكمة الله في خلقه وحكمة الله في الكون، كل ما خلق الله إلا وفيه حكمة. إذن الشمس وزعها الله على عباده بالعدل. عمو يزيد نستخلص من الحكاية تاع اليوم أن العدل مهم في حياتنا. شكرا. تحية البوبي. تحية. شوفوا أحبائي، هذا الإله خالق الكون، رب هذا الكون، ويحكم بالعدل. كل حاجة دارها ربي سبحانه وتعالى إلا ما وزعها على الناس بالعدل. إذن وإحنا العبد الضعيف، يعني الإنسان لازم يشوف لهذه الحكمة الإلهية هذه، ودائما في حياتنا لازم يكون عدل. العدل مهم جدا. يا أخي أحبائي يلا معي. أحبائي إذن العدل مهم جدا في حياتنا. وصلنا لواحد الركن اللي نحبه بزاف، هو الركن اللي يجون عندي لهنا تحكوا لي النكت نتاعكم. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكته جميله، تعال اروح وليدي، تعال اروح. تفضل، واسمك وليدي؟ عبد المؤمن. وين تسكن عبد المؤمن؟ في بلسليمان. بلسليمان اي ولايه؟ ولايه المدية. الله يبارك، ولايه المدية مدينه بن سليمان، حيوهم كامل
ما جيتش الحفل عمو يزيد في مدينة المندية؟ ما جيتش؟ خلاص المرة جاية لازم تجي. هاي هذا وعد، أنا تاني نجيكم إن شاء الله. إذا شحال في عمرك؟ تسعة. تسع أيام؟ تسعة. تسع شهور؟ تسعة. تسع وشن؟ تسعة سنوات. تسع سنوات، أما تسع شهور. كاين واحد تسع شهور صغير شوية ما يقدرش يجي الحصة. هاي تسع سنوات الله يبارك. أحكي لنا المشكلة تاعك ولدي. قال المعلمة لتلاميذها غدا يوم التراث كل واحد يجيب تراث من دارهم، واحد طفل يجيب في البرويطة. جاب الكتب؟ جاب له جدو في البرويطة. جدو يعني التراث. برافو برافو وليدي، برافو برافو. تعال تعال تعال، قالت له جيبوا التراث وجاب جدو في البرويطة. واش راك وليدي لاباس؟ لاباس. واسمك؟ عبدالهادي. عبدالهادي، وين تسكن عبدالهادي؟ في باب الواد. في باب الواد في الجزائر العاصمة. شحال في عمرك؟ 12 سنة. 12 سنة الله يبارك. احكي لنا المشكلة تاعك وليدي. قال لك واحد النهار واحد الشاب كان حاب يدي دا فاكونس، كان حاب يروح البجاية. قال وجد كابتو راح للكار، قال لي ما بقى لا خلينا نروح ندي فاكونس البجاية. ومن بعد كي ركب في الكار مشاو ونسى، قالوا ونسى باش يحطوه في بجايه. زاد كمل الكار حتى الجلفه وحطوه في جلفه. ومن بعد عيط يماها قالها راني لحقت البجايه، كي شاف البلاكه صاب مكتوبه فيها الجلفه قالها يما راني في الجلفه مانيش في بجايه. ومن بعد زادوا سرقوا له التليفون. ومن بعد كابتو كانت في الحافله هذيك، زاد راحت كابتو. هذا رقد في الكار، هذا باين، هذا إذا ما لازمش ترقدوا في الكار. تعال ابن تعال، واش راكي بنتي؟ ذكرنا باسمك. خطار سيرين. سيرين الله يبارك، من أي مدينة قلتي لي؟ من سيدي بلعباس. مدينة سيدي بلعباس، مدينة جميلة، تاريخ وعرق مصطفى بن إبراهيم إلى آخره. إذا بنتي احكي لنا النكتة تاعك. قال لكم واحد النهار للمعلم قال للتلميذ، قال لها عرب لي ضرب المعلم التلميذ بالمسطرتين. قال لها ضرب ما حقش عليه تلميذ صغير عليه، المعلم كبير يعني مسطره نقردت عليه. شكرا بنتي، شكرا. تفضلي تفضلي تفضلي. شكرا بنتي. تعالي، واسمك شاطره؟ جمعنا جنين. جمانة، وين تسكني جمانة؟ في إليزي. في إليزي قلت لنا وقبيلة، تسلمينا عليهم كامل لا؟ الله يبارك. احكي لنا المكتب تاعك بنتي. قال لك مرة شحا راح مع صاحبه جحجوح البحر، داو معاه مدجاجة، أيا دخل شحا يعوم وخلى جحجوح في الشط. جحجوح سخف على الدجاجة كلاها، بعد كي خرج جحجوح من البحر قال له وين راحت الدجاجة؟ قال لها نحت قشا وراحت تعوم. برافو برافو برافو. شكرا شكرا، تحية 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 لهم، تحية. أحبائي، جاء الركن اللي ننتظره دائما أنا بشغف ونحبه، هو الركن اللي نقرأ لكم فيه الرسائل تاع أصدقائنا الأطفال اللي بعتوهم لنا من خلال موقع الأنترنت عمويزيد.com، بالضغط على زرار آراء وملاحظات. بوبي، أعطينا البريد تاع أصدقائنا الأطفال نقراوه. شكرا 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 شكرا. تحية البوبي، تحية تحية تحية. إذن أحبائي، الرسالة الأولى معند غنبوج فرح، في عمرها 3 سنين، مدينة المسيلة. نظن بالك الوالدين تاعها ما يكتبوا الرسالة يا أخي، 3 سنين بالك مازال ما تكتبش، بصح هي بالك قالت لهم. هاي تقول لك إمها، بنتي أعجبت بالحصة وتعلقت بالدباديب وعمو يزيد خاصة، وشكرا على الحصة. شكرا. إذن عائلة غنبوج وبنتهم فرح، شكرا على المرسلة من مدينة المسيلة، نحبكم نحبكم وراح نجوكم في أقرب وقت إن شاء الله. إذن الرسالة الموالية، حمر ميليسا 3 سنوات كذلك من الجزائر العاصمة، قلت لكم أنا أحب الحصة، أحب أحب أحب، كتبتها طويلة هكذا، أنا أحب الحصة. إذن حيمر ميليسا 3 سنوات من الجزائر العاصمة، شكرا بنتي على المرسلة. الرسالة الموالية، نحبهم هذه الرسائل على بالكم،
ثم تاني لازم قاعد ترسلوا الحصة. عمو يزيد باش يعرف الآراء نتاعكم، واش راكم تفكروا في الحصة، واش هما الأشياء اللي نقدروا نسقبوهم، واش يعجبكم في الحصة كذلك، لأنه عمو يزيد يحب كل الحصة تعجبكم. هذه الرسالة من عند عليلات سيرين من مدينة بجراح، 6 سنوات في عمرها، قالت لكم حب الإنشاد في الحصة، تعرفنا على أناشيد جميلة وحبيت المشاركة في الحصة، ملأت الاستمارة من طرف ملئت الاستمارة من طرف الخالة كهدية. إذن هذه خالة عليلات سيرين اللي ملأت لها الاستمارة كهدية باش تجي تشارك في الحصة من بجراح من العاصمة. إذن الحصة رسالة راهي وصلت، وإن شاء الله نكلمكم باش تجوا تحضروا معنا. الرسالة الموالية، سارة حفيد 5 سنوات بلدية القطا من بومرداس، قلت لكم سبب المراسلة هو الإعجاب بالحصة والمشاركة فيها للترفيه والاستمتاع والتعلم مع الأطفال باستضافة عمو يزيد. إذن بنتي سارة حفيد من بومرداس، مرحبا بك، مرحبا بك، ورسالة جميلة جميلة وصلتنا. الرسالة الموالية والأخيرة هي رسالة من بن مغسولة إناس من مدينة قسنطينة، 6 سنوات، قلت لكم أنا أحبكم كثيرا يا عمو يزيد وشكرا على هذه الحصة. إذن بنتي بن مغسولة إناس 6 سنوات من قسنطينة، شكرا على المراسلة. عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل، يحبها بزاف، حبها بزاف. ودركا الحقنا للجواب عن اللغز. إذن عقرب لا يلذق ولا يخاف منه أحد حتى الأطفال. شكون؟ تعالي تعالي بنتي، اروحي تعالي نشوفوا، اروحي قدامي، عاودي ذكريهم باسمك. سيرين. سيرين من مدينة سيدي بلعباس. وش هو الجواب بنتي؟ عقرب الساعة. عقرب الساعة، برافو 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 برافو. قعدي معايا بنتي، اعطيني الهدية تاعها، اعطيني الهدية تاعها. إذن بنتي شيبس مهبول راعي مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها. تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي. تحية تحية تحية. أحبائي في كل حصة نستقبل طفل ولا طفلة باش نحتفلوا بعيد ميلاده، وانتم إذا حبيتوا تحتفلوا بعيد ميلادكم في حصة مع عمو يزيد ما عليكم إلا ديروا كما قال لكم عمو يزيد، تجمعوا 5 قسيمات من علب حليب رامي وتبعتوها على العنوان صندوق بريد 42000 استوالي العاصمة باش تجوا تحتفلوا. اليوم معنا عزازي مايفا 5 سنوات، تعالي بنتي تعالي تعالي، اروحي بنتي. واش راكي بنتي؟ راكي مليحة؟ مليحة. وين تسكني؟ في بني سليمان. في بني سليمان، بعثتي القسيمات لعمو يزيد؟ ها؟ عجبتك الحصة؟ كنتي حابة تحتفلي بعيد ميلادك؟ ايه. راكي فرحانة؟ هيا ربي يسون. إذن احنا راح نغنوا الميفا عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاعها باش نحتفلوا بعيد ميلادها. يلا هل تحقوا بيا؟ تعالوا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد وقل لك عيد ميلاد سعيد. من تبديلك نتمنى صحة وسعادة وهنا، شبه يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، شبه يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. أحلى الأوقات نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. عيد
هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة برافو برافو إذن بنتي عمو يزيد راح يدير مع أصدقائنا العد التنازلي ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد طفينا الشمعة بنتي طفينا الشمعة طفينا الشمعة برافو 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 إذن أعطيني الشهادة تاعها إذن بنتي عزازي ميفا عمو يزيد يهديك هذه الشهادة هي شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد وانتم يا أطفال كلكم رايحين تتلقوا شهادة لكل واحد تحتفظوا بها كهدية وكذكرى للمشاركة تاعكم في حصة مع عمو يزيد أعطيني الهدية تاعها إذا بنتي كذلك بما أنك رسلتنا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على عنوان صندوق باري 42 ألف الجزائر العاصمة رامي راعي البرنامج يعطيك هذه الهدية هذه بنتي إن شاء الله تستفادي بها شهادة نديروها لداخل فوالا وانا مبقى لي الى نقول لكم بقوا على خير استنونا في الاسبوع المقبل على قناتكم الشروق تي في في نفس التوقيت نحبكم يا اطفال سلام لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد حامز جيت لي هذه المرحلة عمو يزيد دخلت في ستة عمو يزيد وشاركت فيه والحمد لله هاني اليوم جيت شاركت في هذه الحصة ونحب بزاف الحصة تاع عمو يزيد ونشكره على هذه الحصة بزاف جينا لهذه المرحلة بشكو عمو يزيد نحبوه بزاف والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العقل السلام عليكم أنا جيتكم من ولاية قسكرة أنا أخويا بهدي نشكر حصة عمو يزيد بزاف كي استدعتنا لهذه الفرحة الكبيرة